بس ما عاد تبكي والدتك وخطيبتك على موضوع. شو الموضوع؟ اي أيوة والله الصراحه ليش مبكيهم؟ باع مسلم هي شغله اللي مبكي بيها امه وخطيبتي. كانت واحده من الشروط انه توافق امه تخطب لي، هاي الشغله اوقفها بعد، هاي عند حد هنهيها هاي الشغله بعد ما اسويها. شنو؟ جقاير. جقاير. اها. لما رتني مسلم انا تقريبا من 2014، من 2014 لحد هاي اللحظه انا دخن جقاير، صارت يعني مؤهله هاي المشكله اذا ما جاي اخذ لها علاج حاليا، اذا ما استمر العلاج يحطوا لي بطاريه للقلب. اوف. اي أيوة والله. وبس انا الاهلي يعني ما عندهم احد، فامي توصل لمرحله انه تصعد الغرفه تبكي اذا شمت لي حد جقاره. لهاي اللحظه اذا تشوف لي فيديو لازم بيه جقاره تبكي. توعدنا؟ توعد المشاهدين والمتابعين انه تتركه؟ هي لازم. أه. كل شيء لبدايه لنهايه. أه. لازم والله، وموضوعها صعب لان توصل بيك مرحله ادمان لها. نعم. فهاي قدام والدتي وقدام خطيبتي والناس اللي يحبوني هذا الجقاير من بدايه هاي الحلقه، وقت موعد هاي الحلقه هاي الجقاره بعد ما تطخ لساني. اها. عاشت ايدك.